يمكن انت شفتوا دلوقتي التقرير، انا بشوفه من التقارير الرائعه والجميله. احنا اللي احنا شفناه ده زي ما انتم عارفين ده اللي بتقوم بيه الداخليه في اطار مبادره كلنا واحد جيل جديد. احنا هنا بنتكلم على دور اجتماعي وانساني وتوعوي في بناء الانسان المصري، ده دور مهم جدا بتلعبه الداخليه خلال الفتره الاخيره. بالمناسبه دي مش اول مره، يعني انتوا شفتوه دلوقتي ده في بورسعيد، انا شفت معاهم قبل كده الحقيقه وحضرت اكتر من مره، كان ليا يعني شرف وحظ جيد ان انا شفت مبادره كانت قبل كده كانت من شبان من براعم لو صح التعبير الاسمرات وما الى ذلك، ومعايشه اتعملت مع الطلبه في اكاديميه الشرطه، يعني كانت حاجه اكتر من عظيمه واكتر من رائعه. اللي انتوا شايفينه ده بيبني وجدان الولاد دول، بيبني وجدانهم، بيكبروا بشكل مختلف، وجدانهم بيتكون بشكل مختلف، وعيهم بيطلع بشكل مختلف. احنا بنتكلم على بناء انسان بالشكل السليم او قل بالشكل الامثل. معايا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. اهلا بيك يا استاذ اكرم. أهلا عامل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. كله كويس لله. يعني في إطار متابعتك شفت إزاي اللي عاملاه وزارة الداخلية ومبادرة كلنا واحد جيل جديد، وتحديدا يمكن آخر الحاجات اللي حاصلة هناك في بورسعيد؟ هو طبعا الحقيقة إنه كلنا واحد ده الحقيقة الشعار ده أطلقه الرئيس عبد الفتاح الحقيقة، والداخليه بتنظمه في اكثر من اتجاه، يعني مش بس الجزء الخاص بالمعايشه والجزء الخاص بالدور اللي هو الاجتماعي والثقافي، كمان حقيقه مهم قوي في انه تنظيم فعاليات مختلفه. يمكن انت اشرت اللي حصل في الاسمرات وقبل وبعد كده كان في غيط العنب برضه، صحيح، حميه الشرطه، فكره انه كمان ياخدوهم ومعالم ويحتكوا بالناس ويطرحوا اسئله ويلاقوا اجابات ويشوفوا اللي بيحصل على يعني بشكل حي، هو امر مهم، وخاصه المناطق الحضريه دي احد الانجازات المهمه جدا للدوله المصريه والرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا كنا على مدى عقود الحقيقه كانت العشوائيات احنا الناس بنعتبرها عار، وكان يبدو استحاله نقلها. الحقيقه اللي اتعمل ده كبير لانه نقلهم مش من الايواء زي ما كان بيحصل قبل كده او مجرد مشاكل، لا احنا بنتكلم على مجتمعات حضريه فيها مراكز شباب، فيها مراكز ثقافيه، فيها ملاعب، فيها مكتبات، فيها انشطه رياضيه واجتماعيه وثقافيه مهمه. فالحقيقه ان الدور الداخليه بتعمله كلنا واحد جيل جديد اللي هو الشباب والصبيان والاطفال اللي موجودين في المناطق الحضرية، سواء في بورسعيد زي اللي حصل النهاردة ان هم يبقوا بياخدوهم في جولات يشوفوا معالم بورسعيد وتاريخ بورسعيد اللي هو جزء مهم جدا من التاريخ المصري المهم، ومصانع بورسعيد ده حاجات جميلة قوي. ده دور مهم جدا بتقوم فيه الداخلية، وكمان الحقيقة انه كلنا واحد بشكل عام، حتى الجزء اللي هو داخل في معارض سلع او في تخفيض اسعار او في غيره بيكسر حواجز كتير وبيبني علاقات قوية وإنسانية بين الداخلية والشرطة من ناحية وبين المواطنين من ناحية تانية في أكثر من مجال. فالدور الحقيقة الثقافي ده أو الدور اللي هو الاجتماعي والثقافي ده في غاية الأهمية سواء في بورسعيد أو في الأسمرات أو في غيط العنب والمناطق الحضرية، وتأكيد على فكرة كمان من مكانة الأطفال دول اللي بينشأوا في مجتمعات صحية ومجتمعات ممتلئة وفيها ثقافة، بالتأكيد دول بتفوقهم بعد كده وذكرياتهم وبنائهم بالطريقة دي الفطرة الطفولة لحد المراهقة أو غيره هي اللي بتبني العقل، صح، وبتبني كمان الإدراك وبتبني قدرة. ده زي ما احنا زمان كنا بناخد في المدارس اغسل ايدك قبل الأكل وبعده، أو بنشوف العلاقات الإنسانية واحترام الكبير والعطف على الصغير، الحاجات دي يعني أعتقد هتبقى مهمة جدا، وأتمنى إنها تتسع أكثر في إنه يبقى الـ 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 السياق ده قائم، وأظن إنه الداخلية قايمة بالدور ده بشكل جيد. وكمان الحقيقة دايما المناطق الحضرية بتفكر المصريين بإنجازهم اللي عملوه، واللي دايما الرئيس يشير إليه الحقيقة، وده يعني حاجة يعني إنجاز كبير جدا جدا جدا
زي كثير من المبادرات العلاجية والصحية وغيره اللي عملت نقلات في حاجات كانت تبدو مستحيلة. فالحقيقة يعني الداخلية تستحق هذا الدور اللي هو بيتم فعلا تحت رعاية الرئيس ليرعى هذا الأمر. وفكرة شعار بناء الإنسان ده الحقيقة نقطة في غاية الأهمية، لأنه هو الأهم، العلم والتعليم والثقافة والوعي هي اللي بتصنع الوعي العام اللي يقدر يبني المستقبل بشكل كبير. صحيح صحيح 100%. أنا بشكرك جدا أستاذ أكرم، كل الشكر ليك الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع اللي بتقوم بيه الداخلية فعلا دور شديد الأهمية بل بالغ وعظيم الأثر في نفوس كل هؤلاء الأطفال البراعم الطلائع النشء سميها زي ما تسميها.